حضراتكم مرة تانية، وخلوني قبل ما ابدا مع حضراتكم اخبارنا، وطبعا بنبدا باخبار النادي الاهلي وبعدين الاخبار العالمية، خليني اقول لحضراتكم النهارده زي ما احمد قال هيكون معانا كابتن محمد سمير نجم المقاولين العرب وكمان طبعا نجم الاهلي السابق. تقدروا توجهوا له السؤال اللي انتم عايزينه على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام. خلينا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي واقول لحضراتكم ان بيتسو موسيماني هيعقد المدير الفني طبعا للنادي الاهلي جلسه مع جهازه المعاون يوم السبت اللي جاي علشان يحط خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعدادا طبعا لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر قدام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي. طبعا المدرب الجنوب أفريقي بيبحث مع معاونيه خطة الأهلي للفترة اللي جاية، خطة التدريب طبعا والحمل التدريبي النهائي الفترة اللي جاية بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض أكتر من لاعب الفريق للإصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.